عيد الأضحى المبارك الذي تفصلنا عنه أيام معدودات، تعيش عديد أحياء عين تيموشنت أجواءه، ويحاول التجار كل حسب اختصاصه مواكبة الأجواء، واللحامون من بينهم نشاط ينتعش كلما اقتربت المناسبة بصناعة ما يعرف بالمجمر أو الشواية. باش يبعد لنا نخدموهم كما نقولوا غير بليزير، ما بيناش زعما دراهم ولا ذاك حنبق مواطن ما عندناش مجمر، كما يخدم له تخدم له، وكل واحد على حسب ما قدو له، كل واحد على حسب جهده، كل واحد كيما نقول لك اللي عنده انا نخدمو ولا اللي ما عندهش نسلكو معاه، ماشي نقول لك خدم له انا واحد جديد ولا تجيب له سلعه ولا، المهم نسلك انا نخدم له واحد هكا بليزير هكا، حنا كيما نقول لك رانا حلفيين مش عام من عام، انا كيما نقول لك صغير صغير في خوتي في الحرفه عندي 23 عام حرفه، وغير البارح والله ما دي حساب باش كيما قلت نربح بيهم ولا ندير بيهم دراهم ولا غير بليزير، هذا ما كان مع هذاك العيد راه غالي. تختلف طرق صناعتها وأسعارها باختلاف الطلب، ففي هذه الورشة ينهمك الأخوان رشيد وبن سالم في صناعة المجامير تحسباً لعيد الأضحى. كاين حاجة تحت من 700، كاين تحت 500، كاين تحت 400، كاين تحت 300، ودوك مومون تاع العيد رانا مع المجامر، لاش عليها خدمة تسمى واحد باش يخدم لك باب يروح يعيد ولا يخدم لك باب على حسب مقدوره. كل واحد على حسب مقدوره، ما يقدش يعيد ولا يجي يخدم لك باب، يخير وحده يا يعيد يا يخدم باب، هذه هي. تما بولو مومو رانا غير مع المجامر. لم تتغير اجواء التحضيرات لعيد الاضحى المبارك بعين تيموشنت، وتظل العديد من الانشطه والمهن المرتبطه بالعيد ابرز المظاهر المعلنه عن اقتراب العيد، فيتخذ اللحامون من نشاطهم فرصه رغم تناقص الطلب مقارنة بالسنوات السابقة.